الحين وصلنا لمحطتنا السادسة ضمن تغطياتنا للشخصيات التسعة، وموضوعنا اليوم هو عن الشخصية المخلصة الغليقة. ويقولوا إنه هذه الشخصية شكاكة مرة وما تؤمن كفاية بنفسها، بس إنها واضحة وصريحة ومحبة. وإحنا حنعرف أكثر عن هذه الشخصية طبعاً بشكل متخصص زي كل يوم خميس مع التواصل وتطوير الذات الكوتش الرائع المتخصصة خلود أمير. يسعد لي صباحك. يا هلا غادة، يا هلا علي، شلونكم؟ والله لقاء رائع مع هدير. الله يسعدك. أبدعت وأنتم كمان أبدعتوا بالأسئلة الحلوة. بلا شك إن اللقاء هذا بعد بيكون جميل جداً كالعادة. والتغطية يعني أمس تبعكم كانت جميلة جميلة جميلة. اللهم لك. وزي كل خميس أنت جميلة معانا هنا ونورتنا غادة. يا خلود تسلمين. اليوم شخصية شكاكة. أي ما هو أول مرة مخلصة، بس أنا اللي مسكت معي الشكاكة أكثر، يعني أثرت في نفسيتي. بس شو الرابط العجيب بين الإخلاص والشك في نفس الوقت؟ أوكي، هذا سؤال جدا حلو، لأن هو بالضبط يسلط الضوء على هاي الشخصية. الشخصية المخلصة القلقة الشكاكة هي الدافع المحفز مالتها إنه تريد تشعر بالأمان، تريد تحافظ على مشاعر الأمان الداخلية، فلذلك عندها الإخلاص هو يعني التشبث بفكرة، بشخص، بمكان، بأي شيء، إنه هذا هو منطقة الأمان والراحة مالتي. فالإخلاص يأتي من هذا المنبع، إنه أني أتشبث بفكرة لأن هاي الفكرة في داخلي تخليني أشعر إنه أنا عندي سند فكري. أتشبث بهذا الشخص وأكون مخلصة إليه لأن في داخلي ما عندي ثقة بنفسي أو ما عندي شعور بأنه أكو إنسان يحتويني. فهي دائما تسعى إلى أن تشوف الأمان وتعيشه بكل أشكاله. يعني هو إحنا نستنى فعلاً إنه مرات نتعرف على نفسنا من خلال كل الشخصيات اللي أنت ذكرتيها. أي. لكن في كل شخصية بتعلمينا دائماً كيف تتعامل مع العلاقات أو كيف إحنا حتى كمان نتعامل معها. أوكي. حلود. طبعاً الشخصية المخلصة العلاقات عندها أنا أسميها هي شخصية التضاد، عندها المضادات، أحياناً يسموها شخصية البينج بونج. ليش؟ لأن ممكن تبين جداً شجاعة وممكن تبين جدا جبانة، ممكن تبين جدا مخلصة وممكن تبين مو مخلصة. أفضل مثال، أنا كل مرة مع عودتكم أجيب مثال من الشخصيات المشهورة حتى يكون يقرب للمشاهدين، هو شخصية الأميرة الراحلة ديانا. أوكي، شخصية الأميرة ديانا شخصية مخلصة قلقة شكاكة تنطبق عليها وبالذات بالعلاقات. غادة نلاحظ هي كانت تريد تشعر بالانتماء فحبت أنه تنتمي للعائلة المالكة. لما فشلت العلاقة وما شعرت بالأمان رجعت تبحث عن حب آخر يسد هذا الفراغ. هذه مو طبيعة المرأة لا بشكل عام. لا، أكو نساء يخلصون إلى الممات صحيح وبدون ويقدمون تضحيات. لذلك هواية أحيان يصير لبس بين هذه الشخصية والشخصية المعطاءة. بس الشخصية المعطاءة نلاحظ العواطف تحركها، القلب زين، في حين الشخصية المخلصة القلقة العقل يحركها. لذلك تلاحظيها محبة، مفكرة، متفائلة، بس لما تكون متوازنة. لما تنصاب بضغوط تصبح انطوائية، تصبح في حالة عدم يقين لأن الشك جزء من حالتها. يعني هي دائما عندها مثلث في العلاقات، عندها الحب، عندها الخوف، وعندها القلق. زين، فإذا الخوف طغى على الحب فشي صار عندها؟ صار عندها حالة قلق. ولما تقلق ايش تبدي؟ تبدي تسوي سيناريوهات للشك. أوكي، الشخصية المخلصة القلقة أبسط مثال أجيب لكم يعني كلكم عندكم هالشكل شخصيات. لما تروحون مكان فرضاً سينما، أوكي، تقعد معه، أول شيء يفكر وين مخرج الطوارئ، كيف يسوي سيناريو، يعمل دائماً خطة بديلة. طبعاً خطة بديلة، كيف أنا أعمل إذا صار طارئ، كيف إذا أنا طلعت من الشغل شلون لازم أوفر مدخول مادي، كيف وكيف. لذلك هو دائماً في دوامة التحليل. جميل. خلود. يحلل يحلل يحلل. خلود، يعني هالجانب هذا جانب إيجابي، لكن في جوانب أخرى عديدة ممكن أنها تكون شوية متعبة. مو شوية، هواية متعبة. صحيح صحيح. وخصوصاً مع شخصية الإنسان مع نفسه. أنا أعتقد أنه ممكن يكون قلة ثقة في كثير من الأحيان طبعاً للإنسان طبعاً في نفسه. أي.
أيه؟ فشلون ممكن أن تطور هالشخصية هذه من ذاتها؟ أوكي. الشخصية المخلصة القلقة عندها عدم ثقة بالنفس نابع من الطفولة. لازم يعني تروح إلى شخص اللي يقدر يعرف شنو جذر المشكلة عندها، متى ظهرت عندها المشكلة. لازم تبدي تتعلم أنه الثقة بالنفس هي مفتاح لهواية أمور، والقلق تستبدله بحالة أنه أوكي أكو شيء، أكو خوف، خلينا نفترض خوف جيد وخوف سيء، أكو قلق جيد وأكو قلق سيء، أكو شك جيد وشك سيء. دائما ننتقل من الحالة السيئة للمشاعر المو حلوة للحالة الجيدة. كيف؟ بالتدريب، بالشغل على نفسي. دائما أنا أنصح شخصية هالنوع أنه تسوي رحلة إلى الداخل. كيف؟ رحلة إلى الداخل، استكشاف. لما أني أخاف، لما تخاف ليش أنا خايفة من هالشي، أبدي أبحث. إذا ما قدرتي توصلين إلى جواب غادة، روحي إلى شخص مختص يساعدك في فهم الجواب. لما راح تعرفين أنا ليش أخاف من هذا الشيء، أو أنا ليش عندي شك وعندي حالة عدم يقين وعدم توكل على الله، راح أقدر أحل هواية من الأسئلة المعلقة في موضوع الخوف والقلق والشك. وطبعاً هذه الشخصية خلينا نعرف أنه هي ممكن أن تكون مبدعة جداً في العمل ومتفوقة، لأن شو عدها؟ قلت لكم عدها حالتين، يا أما تكون مندفعة وتسوي الواجب والمسؤولية مالتها بتواجه الخطورة، يا أما تكون منطوية وتبتعد وتخاف أنه تنجز وتسوي الواجب اللي مطلوب منها. أعان الله والله اللي معاهم، يعني الناس المحيطين صحيح فيهم، لأنه متعبين صحيح بصراحة. هذه متعبة، ودائما أنا دائما أتكلم عن أهمية العلاج المعرفي السلوكي. وهذيك المرة يمكن كنت بشرح للزملاء تحت يعني إيش كلمة علاج معرفي سلوكي. إنك مرات تكون أنت عارفة بس ما أنت عارفة تتعاملي مع هذه المشكلة صح اللي أنت صح فيها. صح. أول علاج السلوكي إنك أنت ممكن تكوني كمان يعني ما أنت عارفة إنك أنت أصلاً مصابة بهذا الشكك. طبعاً فهو هين المعرفة، هو هذا تسليط الضوء على الداخل حتى نقدر نعرف شو المسببات لمشاكلنا. شكراً لك يا سلود الأمير، يعطيك ألف عافية ومنورة دائماً. أهلاً وسهلاً.